السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله قلوبكم. بداية اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يعني هذا الفيديو بيتحدث عن أول يوم إجينا فيه، أو يعني بعد بأيام كنا طبعا كل ما نتسلل للبيت إن نعطي الزريعة الموجودة فوق اللي هو الاستديو اللي كنا نصور فيه نعطيها شوية مي، لكن للأسف مع مرور الوقت ماتت معظم الزريعة. زي ما انتم شايفينها الزريعة هنا ميتة، اللويزة يدوب فيها الروح، وفي نباتات كتير ماتت عنا. طبعا هنا بعد فترة طبعا صرنا نهتم فيها ونسقيها، على الرغم من انه المي كانت شحيحة وقليلة جدا بدأت النباتات تطلع. زرعنا بزرعين الشمس وزرعنا الجرادة والرجلة اللي هي البقلة تاعت العصافير، كله الحمد لله طلع. بدينا نهتم فيها ونسقيها، وزي ما انتم عارفين وجعلنا من الماء كل شيء حي. حبينا ان نحطكم في صورة المكان اللي كنا نصور فيها، في الزاوية الاشياء اللي الناشفة الجافة اللي كانت ميتة من قبل، وهي هنا هذا طبعا في حوض نعناع كان هنا كبير لم يتبقى منه الا جزء بسيط جدا جدا. هنا جرجير وعود ملوخية، عرق نعناع بسيط مبين لغاد الصبار هذا الموجود. طبعا انت عارفين الصبر بيتحمل. هاي عود النعناع هذا شايفينه كيف ما شاء الله رب العالمين. صورنا طبعا لغاية ما وصلنا للنهاية. هالحين هنا في عنا اللي هو شتلة المخيط جنب الصبارة، هاي هذه شتلة مخيط هنشوفها كمان برضو مرة تانية كمان شوي. هاي هذه اللويزة، اللويزة يا جماعة شبه ماتت، يعني شبه كانت ميتة من ثلاث شتلات ماتت شتلة وظلوا شتلتين. الحمد لله عملنا عليها ظل غطيناها بالظل وامورها طيبة. بناخذ منها طبعا اول باول. طبعا اللويزة لمعلوماتكم هي للنزل المعوي وللمغص، وهي خافض حرارة، وهي عشبة طبية بامتياز، وممكن نستخدمها للعصافير للامراض المعوية، لبعض الامراض المعوية. حتشوفوا بعد هيك اللي هي الشيحة، نبتة الشيحة موجودة في البرميل، هل قد حتروح الكاميرا عليها زي ما انتم شايفين. هذا طبعا دخون، دخون من اكل العصافير. هاي الشيحة شايفين كيف منظرها. هذه الشيحة جماعة للمغص، وممكن نستخدمها كعلاج بيطري للكناري للامراض المعوية وللاحمرار وللنفخة، لنفخة البطن. طبعا حتشوفوا هلقيت المشهد النهائي للمكان، شايفين كيف بزرعين الشمس نور ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله نور بزرعين الشمس. وهي زي ما انتم شايفين طبعا في الوضع الطبيعي احنا بنزرع اكتر من هيك، لكن للأسف ما في طيور حتى تاكلوا عنا لانه ما ظل شيء من المزرعة. طبعا بالمناسبة يا جماعة فعلنا ميزة الانتساب للقناة لمن يريد ان يدعم القناة وينتسب، وان شاء الله رب العالمين في المستقبل ندعمكم بفيديوهات قوية جدا. ربنا يهدي البال، بعد ما ربنا يهدي البال ان شاء الله تكون القناة افضل وفيديوهات افضل ونجيب عصافير جديد. طبعا صبار زي ما انتم شايفين هي مستوي هنا وناضج احمر ما شاء الله، طبعا يقال انه طعمه حادق احنا لسه ما اكلناه، ومنظره جميل. هو طبعا صبار زين. هاي المخيطة مرقت علينا مرة تانية، بعد هيك حتمر علينا اللويزة. هيها اللويزة بعد ما كانت شبه ميتة وهنا قطفناها وغسلناها، طبعا بعد ما نجففها في الظل بنحطها في مرتبنات عشان نستخدمها عند الحاجة. هاي اللويزة. بعد هيك حتشوفوا الشيحة. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسوا دعم القناة من خلال بث الفيديوهات على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ونسأل الله العظيم انه ما نطول عليكم، انه هالاحداث اللي عنا تخلص بدري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.